جديدة اليوم الثلاثاء 31/3/2020، رح نستكمل ما بدأنا به بحصة الأمس من وحدات قياس الزمن. اليوم إن شاء الله رح نحل بعض من تمارين ومسائل صفحة 134. الكل يفتح كتابه صفحة 134. هلأ قبل ما نبلش حل بدي أحكي شغلتين. الشغلة الأولى، امبارح لما أغلب الطلاب بعتوا لي كيف طريقة حساب عمرهم، تمام، باليوم والشهر والسنة. هلأ في شغلة، إحنا كوننا آخر الشهر يعني 31، فدائما عندي أنا الأيام سهل إنك تطرح منها، ما فيها استلاف لأنه إحنا بآخر الشهر. بس مثلا بكرة لو كان عندي مثلا 1/4/2020، تمام، وعندي واحد مثلا مواليد 3/3 مثلا 2009، ماشي. هلا هذا بدي اجي احسب عمره، اذا هون يوم شهر سنة، لانه ولا واحد يعني اضطر انه يستلف، عشان هيك انا بدي اعطيكم هذا المثال. هلا لما اجي بدي اطرح 1 ناقص 3 لا يجوز، فأنا بدي أستلف. بدي أستلف من مين؟ من الأشهر. الأشهر بدها تصير 3. هلأ لما أستلف من الأشهر، الشهر بيعطيني 30 يوم. هلأ الناس بيحكوا لي مس يعني 30 و31، كم دائما خدهم، خلينا نوحد إنه اليوم، إنه الشهر 30 يوم، تمام، عشان يطلع دائما حلنا موحد. هلأ 30 زائد 1 31، تمام. هلا 31 ناقص 3 كم؟ 28، تمام. 3 ناقص 3 0. هلا 2020 ناقص 2009 11، ماشي شباب. إذا أنا رح يطلع عمري اللي انولد ب 3/3/2009 11 سنة و28 يوم. أنا حبيت أعطي هذا المثال عشان تعرفوا كيف بدي أستلف من الأشهر، كما إحنا كل أسئلتنا كانت ما في داعي للاستلاف، لأنه كنا عم نحسب عمرنا يا إما 30 أو 31 الشهر، تمام. هلا بكرة بصير في عندي مشكلة، لأنه واحد دائما لازم أضطر إني أستلف. طيب هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية اللي بدي أحكيها، هلا أنا اليوم رح أحل معاكم أسئلة عشان تثبت عندكم المعلومة. اللي بدي أطلبه منكم إنه تعينوا على كتابكم بصفحة 134 من السؤال الأول، صفحة 134. ما بدي أعطيكم السؤال الأول كامل واجب، لأنه يعني بنفس الطريقة كلياتهم، بدي أسهل عليكم، بس واجب عليكم تحلوا فرع ب وفرع واو وفرع زين، بس 3 أفرع هدول واجب. هلأ بكرة الأربعاء ما عليكم، هسه يوم الخميس، تمام؟ 2/4 هذا واجب ليوم الخميس، بس 3 أفرع، ما في داعي تحلوا البقية. طيب نيجي لسؤال، سؤال 2 بحكي لي بدأ صحفي كتابة مقال بدأ، يعني إيش معطيني؟ معطيني زمن البدء، وأنهى كتابته الساعة 10:13، يعني أعطاني زمان النهاية. احسب مقدار الزمن الذي استغرقه الصحفي في كتابة المقال. دائما حكينا الزمن المستغرق، الزمن المستغرق يساوي زمن الانتهاء ناقص زمن البدء. هلا قد ايه زمن الانتهاء عندي؟ 10:13، دائما هون الدقائق والساعات، ناقص بدي اطرح 5:27، تمام. هلا راجي بدي استلف، لانه 13 ناقص 27 لا يجوز، صح؟ فانا بدي استلف من الساعات. الساعات كم رح تصير؟ رح تصير 9 ساعات. هلا الساعة كم دقيقة؟ 60، صح؟ معناته ال 13 كم صارت؟ صارت 3، يعني 60 زائد 13 73. هلا بدي اطرح 73 ناقص 27، يا اما بتستلف او على طول بتعطيني الجواب، سوري 6. 13 46، 9 ناقص 5 ويساوي، اذا كم الزمن المستغرق في كتابة المقال؟ 4 ساعات و46 دقيقة، تمام. هلا بامكانك تعمل بوز للفيديو عشان
تجاوب سؤال تنين. حلو، على الدفتر أسهل لك عشان ما في كتير وسع بالكتاب. طيب نيجي لسؤال ثلاثة. سؤال ثلاثة صفحة 134. سؤال ثلاثة بيحكي لنا: خرج ممرض من المستشفى الساعة 10:54 دقيقة. متى؟ إيش يعني خرج؟ 10:54 دقيقة لعيادة المريض في منزله. تمام. ثم عاد الساعة 12:27 ظهرا. إذا هو خرج يعني زمن البدء اللي هو طلع منه. لما عاد إلى المنزل كانت الساعة 12:27 ظهرا. ما الزمن الذي مكثه الممرض خارج المستشفى؟ كمان مرة، الزمن المستغرق أو الزمن الذي مكثه، اللي هو بدي أطرح زمن النهاية ناقص زمن البدء، اللي هو عندي 12 اللي هو عاد فيه إلى المنزل، و27 ناقص 10:54. تمام، هون عندي دقائق وهون عندي ساعة. دائما ليش أنا بحب تكتب دقائق وساعات؟ عشان إذا استلفت على طول تسأل حالك الساعة كم دقيقة. هلأ بدي أطرح 27 ناقص 54 برضو لا يجوز. شو راح أعمل؟ راح أروح أستلف. أنت دائما خذ اقرأ الرقم كامل، 27 ناقص 54. تمام، بدي أستلف منها حتصير 11. قديش راح تعطيني؟ راح تعطيني 60. 60 زائد 27 87. هلأ 7 ناقص 4 3، و8 ناقص 5 برضو 3، و11 ناقص 10 1. إذا كم الزمن الذي مكثه الممرض خارج المستشفى؟ ساعة و33 دقيقة. سؤال 4 صفحة 134. مكثت علياء 5 ساعات و47 دقيقة. إذا مكثت، شو يعني هذا الوقت الوطني؟ الزمن المستغرق. وهي تبرمج جهاز الحاسوب لإحدى زبائنها وقد انتهت زمان النهاية في من ذلك الساعة 9:35 دقيقة. متى بدأ الطالب مني زمن البدء؟ صح؟ إذا شو بدي أعمل أنا؟ راح أطرح زمن الانتهاء. هاي دقيقة وهي ساعة، ناقص الوقت الذي استغرقته. حط الساعات تحت الساعات، 5 ساعات، والدقائق تحت الدقائق، 47 دقيقة. برضو بدي أطرح، يعني المفروض هلأ 100% نكون عارفين لأنه كل الأسئلة مكررة. هلأ 35 ناقص 47 برضو لا يجوز. هاي إيش بدها تصير؟ 8. هلأ هون بده يعطينا 60. 60 زائد 35 85. هلا اطرح 85 ناقص 47 38. إذا كم متى بدأت علياء برمجة الجهاز؟ في تمام الساعة 3:38 مساء. هذا اللي هو زمن البداية، متى بدأت وهي انتهت، قديش استغرقت؟ 5 ساعات و47 دقيقة. تمام. هلأ نيجي لسؤال 5 صفحة 134. سؤال 5 بيحكي لنا: دخل محمد الجامعة بتاريخ، دخل محمد الجامعة بتاريخ 16/9/2011، وتخرج منها أو تخرج فيها بتاريخ 9/6/2015. ما الزمن الذي استغرقه محمد في الدراسة بالسنوات والأشهر والأيام؟ يعني كأنه زي طريق حساب العمر، أعطاني زمن دخول الجامعة وزمن الخروج من الجامعة. بدي أشوف الزمن المستغرق، لازم أطرحهم اللي هم 9 زمن الانتهاء والتخرج، 2015 ناقص 16/9/2011. هلا شو بدي أعمل؟ بدي أطرح. طبعا هون أنا نكتب يوم، وهون شهر، وهون سنة. تمام. هلا بدي أطرح 9 ناقص 16 لا يجوز. من مين بدي أستلف؟ من الأشهر. الأشهر إيش راح تصير معي؟ 5. تمام. هلأ قديش بدها تعطيني؟ بسأل حالي الشهر كم يوم؟ اتفقنا إنه 30 يوم. إذا 9 زائد 30 حتصير 39. 9 ناقص 6 3، 3 ناقص 1 2.
هلا 5 ناقص 9 برضو لا يجوز، بدي أستلف من السنوات، السنوات رح تصير 2014. هلا السنة كم شهر؟ 12 شهر، إذا 12 زائد 5 هاي حتصير 17، 17 ناقص 9 8، و2014 ناقص 2011 حيعطيني 3. إذا كم مكث محمد في الجامعة؟ 3 سنوات و8 أشهر و23 يوما. تمام؟ آخر سؤال اللي هو سؤال 6، عملت سلمى موظفة في إحدى الوزارات مدة 22 سنة و7 أشهر وأسبوعين. تمام؟ انتبهوا، 22 سنة 7 أشهر وأسبوعين، ثم تقاعدت، يعني هاي الفترة أعطاني إياها فترة الزمن المستغرق في العمل، ثم تقاعدت. شو يعني تقاعدت؟ يعني تركت العمل زمن النهاية بتاريخ 4/9/2015. ما تاريخ تعيين سلمى؟ يعني إيش اللي طالب مني؟ طالب مني زمن البدء، متى سلمى بدأت بالعمل. برضو راح أطرح، بس هنا في فكرة انتبهوا عليها، إذا راح أكتب تاريخ النهاية اللي هو 4/9/2015 ناقص. هلا الفكرة بهذا السؤال، مش أنا عندي هنا يوم، هون عندي شهر، هون عندي سنة. تمام؟ هلا لما أجي بدي أكتب، لازم أكتب الأيام تحت الأيام والأشهر تحت الأشهر والسنوات تحت السنوات. حكى لي 22 سنة، إذا هون راح أكتب 22. تمام؟ 7 أشهر، إذا هون راح أكتب 7 أشهر وأسبوعين. غلط، هون أكتب 2 أسبوعين، هاي بالأسابيع وهاي بالأيام. أنا إيش عندي هون مكتوب؟ أيام، معناته الأسابيع حولوا لي إياها لأيام. الأسبوعين كم يوم؟ 14 يوما. هلأ بدي أطرح، يعني بس الفكرة بالسؤال إنه هون الأسبوعين حولتها إلى أيام، 14 يوم. هلأ بدي أطرح، تمام؟ 4 ناقص 14 برضو لا يجوز، بدي أستلف من الأشهر 8 أشهر. الشهر كم يوم؟ 30 يوم. 4 زائد 30 34. تمام؟ اطرحوا ال 34 ناقص 14 20. هلأ 8 ناقص 7 1، 2015 ناقص 22 3. تمام؟ إذا ما تاريخ تعيين سلمى؟ تاريخ تعيينها في 20/1/1993. تمام؟ هيك بنكون إحنا حلينا كل الأسئلة المتعلقة بوحدات قياس الزمن. بذكركم إنه بكرة ما عندنا حصة، الواجب كان سؤال واحد مش كله، فقط فرع باء واو زين صفحة 134. معاكم مهلة يومين تحلوا وتبعتوا لي حلكم على التيمز، ويعطيكم ألف عافية.